السلام عليكم مشاهدين ديالنا، كديري لاباس عليكم؟ الصحه لاباس. غندير واحد الحليوه اليوم ديال الدراري صغار، كيقولوا لها الحلقومه. غنطحن، جبت كيلو ديال الماندالينه انتي قشرتها وغنطحنها دابا. انتي غندير لك السكر نطحنها معاه. انا طحنتو، دابا غنديرو يتصفى باش يبقاش فيه لك شي عظيمات ولا كاين شي شيرات ديالو. دابا غنصفيه مزيان، غنفرح الدريولات اللي عندو وليدات ويديرلو هاد الحليوه كيفرحو بها. تبارك الله عليكم المشاهدين ديالنا وعلى خطكم علينا. بغيت نديرها قلت غادي نشاركها معاكم. انا طحنت معها هكا السكر في الاول، حق ما غنديرها عاوتاني طيب غادي نديرها عاوتاني كاس اخر. نتينا هو تصفى مزيان دابا. غنديرو في الكاسرونه، حق طحنتو لا درتلو لا ما لا حتى شي حاجه، درتو هو بوحدو. نخليه يغلى. نسينا ندير جوج معالق ديال الماء زيلا، هانتوما يا المشاهدين، هانتينا كنخليها تاع تغلى مزيان حتى كيولي تقيل. وانا زينة ما درتها، خليتها يتقال شوي، غنزيدو كاس السكر. هانتوما كيفاش قصاحت، هانتوما دابا نزيد كاس السكر. هانتينا انا خويتها في هاد المول، غنخليها تا تبرد، غنديرها في التلاجة غتشب راسها، وغنقطعها ونشاركها معاكم ان شاء الله يا ربي. سير خاوي نديرها. الحليوة ديالنا
دابا انا كنلويها في السكر وداكشي، على كل واحد وشني شني كيفاش يبغيها، السكر ولا دير ليها الكوكو ولا اي حاجه، المهم داكشي اللي كتجي زوين. ثم الحليوه ديالي جات، كتجي زوينه حامضه، كتجي مزيونه.